قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أن من دخل والخطيب قد سلم على المأمومين فيجب عليه أن يأتي بتحية المسجد أثناء الأذان، فما الصحيح في هذا؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر الذي يدخل والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.